بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. السلام عليكم خوتي اخواتاتي، ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم ما كنتواجدوا في جامعة العراعير بالضبط دور ولاد عزوز، هذه الجامعة اللي كتبعد على السطات تقريبا بشي 11 كيلومتر. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا التداريب جمعية ولاد عزوز الفروسية برئاسة المقدم عبد المولى شروات. عبد المولى شروات اللي كاملين كنعرفوه من الركابة ديال السوق، ديما كنشوفوه في الفيديوهات. اليوم غادي نشوفوا عبد المولى شروات كمقدم، وان شاء الله غادي نحاول نحط لكم واحد الفيديو اخر من داخل الاسطبلات ديالو. عنده خيول تبارك الله زوينه، غادي نحطه لكم في فيديو اخر. هذا الفيديو هذا غادي نكونوا فيه غير التداريب ديال الصربه، واخا كاين شويه العجاج شي شويه كاين بزاف. المهم قبلوا علينا، ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وتحياتي لكم فين ما كنتو، داخل المغرب خارج المغرب، مغاربه او اجانب، مرحبا بكم. هذه القناه ديالكم، نتمنى منكم الدعم والتفاعل، وجيم ابوني اللي ما ديرهاش. عجبك الفيديو دير جيم، ما عجبكش الفيديو خلي لي علاش ما عجبكش، فرجة ممتعة وشكرا. جام الكحلة، ماشي يقول طقتي الجام واش تجي الكحلة، كنت في شي موسم فاش غتجي تايا تقول مقدم خايب، جيت تشد من الكحلة وتقرص تعاود نقص بكبار، يعني خلوك بنادم شدان على واحد الناس يسير على كودا تفت عليا مع راسك، شقى مع راسك ما كنتش تقول لك شي واحد كيقول لك ما تقاش تمتع اصاحبي، تنفس اصاحبي راك مالك راكب 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 ما كنتيش قاعد تركب على دعوة ما تشاخديش النهار الاول. رجلو شعر على بغيتو نلقاو غادي، حنا الحمد لله القلب على القلب، هو كيدخل ما بين اللحم و فرجنا ورا الوسخ، طلع الغاب موجودين؟ لا سلام سير اخو المبارك طلعوا جات السلامة
قرص الاخرى شروات نزلوا خلى الخليفه ديالو حمزه الشعبي وخا نزلها وفق كاع التعليمات ديالو.